اهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم الاستاذ زكي الشعلة في دورة برنامج موهوب الرياضيات بوجود المشرفتين الاستاذة ليلى السلطان والاستاذة خلود العباد والمبدعين والمبدعات من الطلاب والطالبات. الان في طريقة جمع وطرح الجذور يا اولادي يا بنات، علشان اجمع لازم اجمع الجذور المتشابهة. انتبهوا لهذه الملاحظة، نجمع أو نطرح الجذور المتشابهة، the same root. لازم نجمع addition and subtraction، لازم the same root. كيف the same root؟ من وين؟ لازم نشوف هنا جذر ثلاثة، هنا جذر ثلاثة، تشوفهم متشابهين، جذر خمسة، جذر خمسة، هنا جذر اثنين، أوه مو متشابه، إذا ما أجمعها معاهم. هنا كيف طريقة الجمع؟ مرة سهل وبسيط، أجمع بس الأعداد اللي موجودة بخارج الجذر. مين الأعداد الموجودة داخل خارج الجذر؟ ثلاثة زائد اثنين، يا سلام عليك حركات. ثلاثة زائد اثنين كم الجواب يصير يا أولاد؟ خمسة، ويبقى الجذر زي ما هو. جذر كم؟ ثلاثة. بس أجمع الأعداد اللي برا، بس اجمع الاعداد الخارجيه. حلو، يلا هنا في عمليه الطرح، هنا اطرح فقط بس ما اروح مع هذه المجموعه، مع هذا الجذر لا. يصير 7 ناقص 3 كم يا علي مطوع؟ كم يصير؟ 4. جذر 5 زائد كم؟ 4 جذر 2. ليش ما جمعنا معاهم هذا العدد؟ لأنه مختلف. مختلف، هل تقدر تجمع الموز مع التفاح؟ الآن لو عندك موزتين وتفاحتين كم يطلعوا المجموع؟ يطلعوا كم المجموع تفاحتين وموزتين؟ ما يطلع، ما تقدر. ما يطلع شيء، يطلع خلاص موزتين تفاحتين، ما نقدر نجمعهم. الموز لحاله، التفاح لحاله، الجذور المتشابهه لوحدها ولا غير متشابهه لوحدها؟ خلاص زيت كلير. يلا هنا نجمع، يقول لنا addition and subtraction the root. هنا you add 2 plus 3 is 5 square root of 3. Right. What about this? Look, I have here the same root. Square root of 5. Square root of 5, then you can subtract. 7 minus 3 is 4. Square root of 5 plus 4 square root of 2. Why you don't add with square root of 2? Because it is different. It is different, so you can. واضح؟ خلاص، is it clear الجمع والطرح يا أولاد يا بنات؟ يلا نروح لعملية الضرب. عملية الضرب أسهل وحدة، عملية القسمة أسهل شيء. هنا على طول ما يختلف، ما في مشكلة، ما في مشكلة إن الجذور مختلفة مو مختلفة، نضرب على طول. يلا هنا جذر خمسة ضرب جذر ستة، ندخلهم مع بعض، نقول خمسة بار ستة، الجواب جذر كم؟ 30. بس ما يبغى لها شيء. نفس الطريقة هنا اللي تحت، أيضا أروح أضرب اللي برا مع اللي برا، 2 ضرب 4 و 4 ضرب 3، 2 ضرب 4 كم؟ 8، ضرب 3 كم؟ 24. هذا برا، ضربنا اللي برا، بقى اللي داخل، نضرب اللي داخل، 3 ضرب 5 15، ضرب 2 30، إذن صارت 24 جذر 30. اللي برا تضربوهم مع بعض واللي داخل الجذور مع بعض. يلا هنا إذا كانوا متشابهين، جذر 7 ضرب جذر 7، في واحد ذكي يقول اوه جذر 7 ضرب 7 اكيد بتطلع 7، واي يطلع 7 واي؟
ليش يتحسب ليش؟ بيعلمكم ليش؟ لأن جذر سبعة ضرب جذر سبعة الجواب كم يصير؟ تسعة وأربعين، وتسعة وأربعين بيطلع برا يتخرج ينطق يتكلم يطلع كم؟ سبعة. يعني إذا كانت عندنا جذور متشابهة يطلع ما بداخل الجذر. أستاذ نعم اللي قبل هذه مع الجمع والطرح السؤال الثاني ما وين السؤال الثاني؟ مرة بسيط هذه ايه مرة تجمعيهم. ها يلا سبعة ناقص ثلاثة كم الجواب؟ سبعة ناقص ثلاثة الجواب أربعة. أربعة جذر خمسة. بعدين هذاك تنزل لأنه مو متشابه. هل تحتاج إلى مهندس أرامكو؟ هل تحتاج إلى مهندس أرامكو؟ لا. سبعة ناقص ثلاثة أربعة وجذر خمسة وهذا نزلنا صح؟ واضح؟ إيه. يلا نروح إلى المسألة اللي بعدها. يلا نروح إلى المتشابهين. جذر 15 ضرب جذر 15 ما دام متشابهين فالمفروض تطلع كم؟ 15 مباشرة. وعندي 2 ضرب 1 لأن ما في شيء يعني 1 يعني 2 ضرب 15 كم الجواب يصير عندي؟ 30. يلا آخر فقرة القسمة ناخذ القسمة علشان بعدين ناخذ تدريبات مع الأستاذة. قسمة الجذور كيف أقسم؟ حركات حركات بركات كيف أقسم؟ عندي سؤال. إي ما يخالف دقيقة. 30 كيف قسمة 6 كم الجواب؟ أروح أقسم على طول. 30 قسمة 6 كم؟ كم؟ نقولها 30 قسمة 6 كم الجواب؟ الجواب جذر كم؟ خمسة. بس قولي سؤالك بنوتة. سؤالي أيوة. في ضرب الجذور آخر واحد جذر 15 ضرب جذر 15 أي. حليها هنا خذ لي حليها بالإنجليزي. Now I have 2 square root of 15 times square root of 15. So what I will do? You multiply 2 times 1 is 2. And square root of 15 times square root of 15, you have 2 ways. One way is you can find it, the result, the multiplication, 225. Then 225, is it what? Is it 15? So you write it here 15. So the answer is 30. If you want to multiply, if you don't want to multiply, what you will do? Because 15 square root of times square root of 15 is 15. So you can write it directly times 15. You see, Fatima, then the same answer. You see? بس استاذ ليش احنا ضربنا بالتو؟ ها؟ ليش ايش؟ ليش احنا في جذر سبعة ضرب جذر سبعة ما ضربنا بالثنين؟ لا ما ضرب ليش؟ لأن في اثنين يا حجية. شوفي ها الاثنين ها شوفي الاثنين هنا شوفي شوفي وهذا ها شوف بحط لك بالسهم الأحمر ها شوفي شوفي الاثنين شوفي الاثنين هنا هنا الاثنين برا شفتي الاثنين برا شفتيها شفتيها الاثنين لأن موجودة اثنين وهنا موجود واحد اثنين ضرب واحد اثنين. هل يوجد اثنينات هنا جذر سبعة ضرب جذر سبعة هل يوجد؟ ما يوجد اثنين بس تب بيطلع يعني احنا ضربنا اثنين ضرب واحد اثنين وهنا واحد ضرب واحد واحد جذر 49 الجواب 7. يعني الأستاذ إذا ما كان في أي رقم برا على طول كتب إذا
يعني إذا الجذور متشابهة وما كان في أي رقم زايد برا، حطي 7 أو على الرقم طول. المتشابه تبيع على طول. بس إذا كان في رقم برا ضربي مرة واحدة يعني بالرقم اللي داخل صح وحطي العيد برا. صح راي. يلا ناخذ ديفيجن. الديفيجن الآن القسمة، كيف القسمة الحين يا أولاد يا بنات؟ 30 قسمة 6 كم الجواب؟ جذر كم؟ 5. خمسة. جذر 5 قسمة جذر 20. 4. جذر 4. لا مو 4. لا 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 مو 4. مو 4. لا 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 5 قسمة 20 صغير قسمة كبير؟ 2. لا 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 مو 2. 1 على كم؟ 1 على 4. يا سلام عليك، 1 على 4 كم يطلع؟ كم يطلع؟ كم يطلع يتكلم من الجدر؟ يطلع نص. كده خليكم تصيروا أذكياء. ما فهمتوا؟ نعيدها من جديد. لو عطاني جدر 20 قسمة جدر 5 كم يطلع الجواب؟ 4. جدر 4. جدر 4 كم يطلع؟ 2. هالمرة عكسها، قال جدر 5 قسمة جدر 20 يعني الصغير قسمة الكبير، يعني 5 أقسمها على 20. 5 على 20 1 على كم؟ على 4 يطلع نصف. لازم في فرق، الكبير قسمة صغيرة وصغير قسمة كبير. خلاص ناخذها بالإنجليزي سريع. Now in division square root of 30 divided by square root of 6 equals square root of 5, right? Now if I have here square root of 5 divided square root of 20, so 5 divided by 20, then you can simplify. 5 with 20 then equals quarter, 1 over 4. So 1 over 4 takes and go out of the square root equals 1 over 2. خلاص واضح يا اولاد يا بنات؟ استاذ انا ما فهمت كيف طلع ليش حولت؟ فيكم نتمنى لكم وفيكم سعادة.